الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنكمل في الحلقة دي تكملة ما وقفنا عنده المرة اللي فاتت في الحلقة اللي فاتت، وهو شرح أنواع صيغ ملفات الفيديو وإيه هي صيغ ملفات الفيديو وبرنامجنا بيدعم إيه. طبعا شرحنا المرة اللي فاتت أساسيات نجاح الكليب. دي الخطوات الأساسية إن أنت تعمل كليب ناجح. ودلوقتي هننتقل لبرنامج بتاعنا بيدعم صيغ ايه. البرنامج بتاعنا ومعنى كلمة صيغ هي أنواع الفيديو. كل ملف فيديو ليه نوع وليه خصائص. من ضمن الأنواع المشهورة جدا 3GB, WMV, ASF, AVI, MBG, MBEG, MB4. و3GB طبعا مشهور ان ده بيبقى فيديو الموبايلات، لان يعني في موبايلات كتير بتدعم صيغة ال3GB. ومن خصائص النوع بتاع ال3GB ان الملف بيبقى صغير الحجم، ممكن يوصل لأربعة ميجا، ولكن الجودة بتاعته او الفيديو بتاعه بيبقى مضغوط لدرجة ان الجودة بتبقى اقل جودة ممكنة مع اقل جودة صوت، لان الصوت مش نقي. وحتى لو علينا في الثري جي بي ده اعلى جودة ليه بتبقى برضو جودة قليلة. ده من نوع الثري جي بي. وطبعا بالنسبة للتشغيل على الكمبيوتر مش كل الميديا اللي هي بتشغل الثري جي بي، ساعات بيحتاج برامج كودك. وبرضو من ضمن الصيغ في صيغة ار ام في بي، وفي صيغة ار ام، في صيغة ار اي ام. الصيغ دي برضو مش كل الميديا بتدعمها، والبرنامج بتاعنا كمان مش بيدعمها. يعني انت لو جيت دخلت ملف من دول نوعه RMVB, RM, RAM، البرنامج بتاعنا مش هيقبلها. هو ميقبلش غير ال 3GB بس. ولو تلاحظ ان بيبقى في مشكلة عندك، ان ساعات بتبقى محتاج برامج او برنامج كودك عشان يشغلها على الميديا العادية. الانواع دي RMVB وال RM وال RAM وال 3GB. وده طبعا لان الصيغ دي بتبقى مضغوطة اقل حجم، وفي نفس الوقت بتبقى اعلى جودة صوت وصورة، والبرنامج بتاعنا مش بيدعمها. بس انا حبيت اعرف برضو ايه هي الصيغ اللي مش متاحة واللي بيبقى محتاجة الميديا بتاعتنا انها تشتغل عندنا برضو لبرامج كودك. اما الصيغ المشهورة ال WMV, ال ASF, ال AVI, ال MBG, ال MBEG، كل الصيغ دي مشهورة جدا وسهل انها تنزل في عندنا في البرنامج بتاعنا. وبرضو برنامج زي الموفي ميكر يقبل الصيغ دي عادي جدا، الا انها برضو في تشغيل الميديا عندنا بيبقى في مشكلة انها ساعات بتبقى محتاجة لبرامج كودك لدمج الترجمة او الكلام ده يعني. فال WMV ASF AVI دي ما فيهاش اي مشاكل، وسهل التحكم في جودتها، ويسهل ان انت تتحول ليها اي حاجة. وده ان شاء الله برضه هنتكلم فيه في الدرس بتاع تحويلات الصيغ. وطبعا ال MP4 ده من ضمن الحاجات اللي ما بيدعمهاش برنامج اللي هو بتاع موفي ميكر، لكن برنامج بتاعنا بيدعم صيغة ال MP4. من ضمن الخصائص او الميزات الكويسه جدا ان هو البرنامج بتاعنا بيقبل صياغ ملفات الفلاش SWF. ملفات الفلاش دي بنتفرج عليها او بنشوفها في الاعلانات بتاعه صفحات الويب او الكلام ده. لما بنيجي نخش موقع بنلاحظ ان بيبقى فيه اعلانات متحركه وكده. الاعلانات دي بتبقى عباره عن ملفات فلاش بصيغه SWF. البرنامج بتاعنا بيدعمها، لكن في مشاكل ان بعض الملفات ما بيقبلهاش. ليه؟ لأنها بتعتمد على التفاعل، بتبقى ملفات تفاعلية أو العرض التفاعلي بمعنى أصح. زي الألعاب، ملفات الفلاش دي ممكن تتعمل ألعاب. فإحنا لو جينا مثلا نزلنا ملف SWF للعبة ودخلناه، هيخش جوه البرنامج لكن مش هيتعرض. وهتيجي هتدوس بلاي هتلاقيه ما يتعرضش، لأن هو يدوبك ملف تفاعلي ومش هيتقبل. لكن في ملفات تانية بتبقى فيها عرض اكتر ما هي تفاعلية، يعني بتعتمد على العرض الحركي مثلا
للحروف او الصور اللي جوه ملف الفلاش، وده طبعا عايز دراسة ان انت تدرس عمل الفلاش عشان تبان الفكرة اكتر. زي ما انتم شايفين بيتعرض عادي خالص، وممكن نقطع من ملف الفلاش ده ونحرره وندمجه مع ملف فيديو في برنامجنا عادي خالص. برضو البرنامج بتاعنا بيقوم بإنشاء ملفات LV FLV، وملفات ال FLV دي عبارة عن ملفات فيديو. لو احنا جينا نزلنا من على اليوتيوب مثلا مقطع فيديو هينزل بصيغة FLV، وده لأنه خاص بالفلاش. لو انت عندك مشغل فلاشي، مشغل فيديو فلاشي، بيشغل الصيغة بتاعت FLV، فبالتالي هي يعني يعتبر صيغة خاصة بمشغلات الفلاش بس. ودلوقتي أصبح في برامج كودك بتشغلها عندنا عادي جدا على الميديا بتاعتنا الطبيعية، لكن هي أصلا معمولة لكده صيغة FLV دي. وبرنامجنا يقوم بإنشاء ملفات ال FLV ولكن لا يقوم بتحريرها. يعني هو فعلا ممكن يحفظ العمل كله في ملف FLV، لكن لو انت جيت دخلت ملف FLV بهدف ان انت تحرره جوه برنامجنا هيديك الصورة دي ومش هيقبل ان هو يشتغل او يتحرر. طيب نعرف ازاي الصياغ، وطبعا بيبقى قدامنا ده مجموعة من الفيديوهات وملفات الفلاش، ونلاحظ انها عبارة عن اسماء بس، مش عارفين هل ده مثلا ده بتاع موبايل ولا بتاع صيغة WMV ولا صيغة ASF ولا ايه. فده طبعا بيبقى عن طريق اوبشن عندنا في الويندوز بنغيره عشان يبين لنا الصيغ او الانواع بتاعة الملفات. ويندوز تولز فولدر اوبشنز فيو، وهنلاقي ان فيه هنا الاختيار ده بتاع هايد اكستنشنز، بنروح عاملينه بنعلم عليه يعني بنشيل المؤشر من عليه ونقول ابلاي اوكي. وطبعا في اغلبيه الويندوز لما بينزل طبعا بيبقى خافي صيغ الملفات، لانك انت لو غلطت وجيت مثلا غيرت اسم الملف وكتبت اي حاجه ودوست اوك طبعا هي ايه مش هيشتغل، وهيعتبر برنامج ملوش نوع مع ان هو اصلا في برنامج فلاشي SWF، فلازم يضاف .swf، وانت كده عرفت الويندوز ان الملف ده ملف فلاشي. فنلاحظ ان الانواع الملفات بتبان بعد كلمة الدوت، والكلام ده طبعا يعني الاغلبية الناس عارفينه، ولكن ده برضو للناس اللي تجهل الموضوع ده او متعرفش الموضوع ده. اس او مثلا .3gp swf flv wmv، دي الانواع اللي احنا بنعرف الملف ده ايه. ولو كان ملف ما اتقبلش جوه ال لو كان ملف بيدعمه البرنامج بتاعنا وما اتقبلش، يبقى المشكلة في الملف، فليها طرق تانية ان احنا نحاول الملف ده، وده برضه هنتطرق اليه ان شاء الله في الدروس اللي جاية. ويبقى احنا كده خلصنا نبذة عن انواع صيغ الفيديو وبرنامج بيدعم ايه، وان شاء الله في نكمل الدورة مع بعضينا في الدروس اللي جاية في طريقة تحويل صيغ الفيديو، فتابعوا معنا الدورة.